والمقصود بالغربة غربة المؤمن ووحشته بالدنيا، حيث يتقدم السالك في طريق المعرفة ويكتشف من حقائق القرآن ما يملأ قلبه حقا وصدقا بالإيمان، فيتعلق قلبه آنئذ بالله أنسا وبالمسجد مجلسا، فآنئذ يجد وحشته بالدنيا ويجد أنسه بالله، ولا يكون له أنس إلا بالله. كلما غفل ضاق قلبه واشتد غمه، وكلما تذكر اتسع صدره وانشرح سره، فكان له من الأنوار ما يدرك به خطوات الطريق إلى الله عز وجل إدراك السائر على المحجة البيضاء حقا بالأيام البيض، حيث القمر قد اكتملت أنواره وهالته، فصار الليل كالنهار من حيث الجمال والسناء ووضوح الرؤية للسائر، ومن حيث الأنس قبل ذلك وبعده. وأصل هذه المنزلة عدد كثير من آيات القرآن الكريم وعلاماته، وعدد لا بأس به أيضا من الأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على هذا المعنى لفظا، وآخر من الأحاديث كثير من الصحيح الدال على هذا المعنى حكما. فأما اللفظ الغربة فقد أخذ من الصحيح من كلم النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لأبي ذر: يا أبا ذر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكذلك الحديث الآخر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس. وللحديث روايات يعضد بعضها بعضا، وألفاظ متقاربة في الشكل متحدة في المعنى، أو على الأقل مآلها الدلالي واحد غير متعدد. لا ينبغي أن نفهم من هذه الغربة أن الإنسان المؤمن يستقذر الدنيا كما هو الشأن في دعاوى النصارى، واستقذار الدنيا اعتبارها خبثا ونجاسة. لا ينبغي للمؤمن أن يعتقد هذا، بل الله عز وجل جعلها نعمة للمؤمن وحقلا يحرثه لآخرته، ولذلك قال في الحديث: نعم المال الصالح للعبد الصالح. فليس هذا هو المطلوب ولا المقصود، وإنما المقصود بالاغتراب أو الغربة أن المؤمن إذا رأى وشاهد حقائق القرآن فإن رؤيته لها ولأنوارها تجعله يستهين بكل ما دونها، وصحيح يعتبر النعم التي أنعم الله عليه بها في الدنيا خيرا كبيرا وفضلا عظيما، ولكنه حينما يقرنها ويقيسها بما رأى من حقائق القرآن يجدها لا شيء، لا تساوي شيئا ولا جناح بعوضة. وبذلك فإنه حينما يغفل عن ذكر الله ويفتر عن السير في طريق الله فإن قلبه يضيق، لأنه يدرك أنه قد أقفل على نفسه في قفص من حديد، وهذا القفص الحديدي يصيبه الصدأ والعفن ويشتاق لاستنشاق الهواء الطلق المريح المستريح في طريقه، طريق السلام والصلاح والإيمان والإسلام. ولذلك المؤمن الذي أدرك هذا المعنى فإنه إذا أخطأ وزلت به قدمه فإنه بتلك الزلة يقلق أن يفقد النوم، ولا يستطيع أن يجد لذة ولا راحة في نوم ولا يقظة، حتى يجد في قلبه من توبته إشارات الرضا من الله عز وجل وأمارات الصلاح على نفسه والاستقامة
والعود إلى سلامة المدار والفلك الذي يدور به في سيره إلى الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر أصحابه بهذه المعاني باللفظ، كما في حديث الغرباء وحديث أبي ذر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو بالمعنى كما في قوله المشهور والصحيح أيضا ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، حينما أشفق عليه بعض الصحابة إذ استيقظ من نومة أو رقدة راقدها على حصير بال، حصير قديم من سعف النخل، وقد حز الحصير على صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، فتأثر الصحابي لذلك المنظر، هذا رسول الله خير خلق الله ينام على حصير قديم، وملوك الفرس آنئذ والروم ينامون على الأسرة العالية والفرش الوطيئة. فقال له يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، يعني فراشا حسنا فلا يؤثر الحصير على وجنتك ولا على صفحة عنقك، فانتفض عليه الصلاة والسلام وقال قولته هذه ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب، أي مسافر خرج مخرج الغالب، لأن الغالب على المسافر أن يكون راكبا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، والشجرة هي الدنيا، ظلها زائل فان تنسخه الشمس بعد قليل، استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. كذلك نعمها، الظل نعم الدنيا، كل النعم مما شئت أن تتخيل كثرة ووفرة وامتدادا فكله هو أشبه ما يكون بتلك الشجرة أو بظل تلك الشجرة، استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقد قال الله عز وجل في القرآن العظيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الآية ولا تعد عيناك عنهم، احذر أن تلتفت إلى متع الدنيا فتجعلها هدفا وغاية نهائية، فتكون كذلك الغافل الذي غفل عن حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وتصاب آنئذ بضيق الأفق وانسداد البصر، وكل من يرى من الكون الدنيا فقط فهو أعمى، ولذلك كل كافر أعمى ولا يوجد من الكفار بصير أصلا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. والمؤمن يصاب بالعشو أعشى، أي ضعيف البصر حينما يضعف إيمانه، فهو لا يفقده البته لأنه مؤمن، مسلم راه مسلم في نهاية المطاف، له شيء من الإدراك ليس للكافر طبعا، ولكن هو بين عشو وإبصار، فإذا ضعف إيمانه ضعف امتداد بصره، فرأى حقائق القرآن رؤية يظللها الغبش، يظللها الغبش ويحدها شيء من الدخن، بينما إذا استنار قلبه أبصرها واضحة ناصعة نيرة فكان من المبصرين. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وإنما يشعر بالغربة من كان من المبصرين. لهذا مهدت بهذا الكلام، شكون اللي يحس بالغربة؟ هو اللي كيشوف. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، ما في الهم غير مول العقل، هكذا يريد الشاعر، ما في الهم غير مول العقل، أما اللي ما عنده عقل مرتاح لأنه ما سيخبر. فكذلك الذي لا يبصر حقائق القرآن يعيش في راحة، ولكنها راحة الأعمى المحاط بالخطر والجحيم، لكنه لا يدرك، فهي راحة المغفل وليست براحة حقيقية. بينما حينما يبصر الحقائق كما هي فإنه يشعر بالهم، بالهم والغم كلما نظر إلى الدنيا،
كلما نظر إليها وإلى حقائقها الزائلة الفانية، ولا يجد راحته آنئذ إلا إذا شعر بنوع من الطمأنينة والسكينة، إذا استمد من ذكر الله أنوارا فيفزع ويفر إلى الله عز وجل بين الحين والحين، مصليا أو ذاكرا أو تاليا مرتلا أو مستمعا أو بأي طريق من طرق الاتصال بالله عز وجل، يفر من غربته ووحشته ليستأنس بكلام الله عز وجل وبذكره سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يورث القلب القناعة وعدم الحرص، يقنع بما رزقه الله عز وجل من الدنيا ولا يحرص على ما لم يكتبه الله له ولا يتحسر. وأحفظها هنا كلمة لابن عطاء الله الأسكندري رحمه الله صاحب الحكم، وهي حكم تشد إليها الرحال، وقد شرحها العلامة سعيد رمضان البوطي رحمه الله في الدنيا ما زال حيا وفي الآخرة إن شاء الله في شرح الحكم العطائية. من حكم هذا الرجل الرباني ابن عطاء الله الإسكندري في هذا المقام الذي نتحدث فيه وهذا السياق من إيثار القناعة وعدم الحسرة، قولة جامعة مانعة تفيد فيما نحن فيه وفي غيره من المعاني، وذلك قوله: من أراد أن يظهر في الوقت ما لم يظهره الله فيه فما أبقى من الجهل شيئا، بل قدم هذا اللفظ الأخير وقال: لم يبق من الجهل شيئا. من أراد أن يظهر في الوقت ما لم يظهره الله فيه، كثير منا يريد أن يحقق شيئا من المعاني، يريد أن يحقق شيئا من المعاني أو يريد أن يحقق شيئا من المصالح ويسعى ويتسبب لذلك بأسباب، ثم لا يجد نتيجة، معناه أن الله ما أراد لذلك أن يظهر في هذا الوقت. فإذا أردت أنت أن تظهره معناه أنك تعاند وتضاد إرادة الله، فأنت أحمق، لأنك لن تصل إلى نتيجة وتشقى بفعلك دون جدوى. وفيه من المعاني أيضا أن من تحدث بالكلام من كلام الدين أيضا مما لا يطيقه الزمان ولا أهله فهو أحمق. في الدين فيه بزاف ديال المعاني، ولكن بعض المعاني تتنزل على وفق الزمان وأهله، والحكيم من الحكمة، الحكيم من ينظر إلى الناس وإلى زمانهم فينزل معاني الدين على وفق زمانهم وعلى وفق طاقة عقولهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه: حدث الناس بما يطيقون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنه حينما تأتي ببعض معاني الدين مما لا تطيقه عقول بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة، فمعنى ذلك أن ما أتيت به من المعاني سيرد في وجهك ولا يقبل، فإذا كان حقا فقد كذب الناس بالحق وكنت أنت السبب الذي ذكرت ما لا يطيقه الناس في ذلك الزمان ولا في ذلك المكان. ومعناه أن للدين أولويات، لا يمكن تطبيق معاني تتعلق بحرف الباء ولما نطبق بعد معاني تتعلق بحرف الألف. من أراد أن يظهر في الوقت ما لم يظهره الله فيه طبعا فهو أحمق، ولذلك قال: لم يبق من الحمق أو من الجهل شيئا من صنع مثل هذا. فلا حسرة إذن لدى المؤمن، لا حسرة على ما فات، لأن ما فات معناه أن الله عز وجل ما قدر له أن يكون. فاتك شيء من الأمور، أمور الدين أو أمور الدنيا، فلا تتحسر، اجتهد على أن تتخذ لذلك أسبابا أخرى لعلها تكون هي المقصودة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. الأنس بالله عز وجل والوحشة بالدنيا والاغتراب فيها يجعلك لا تركن إليها، لا تركن إليها. الركون إلى الشيء، الاطمئنان إليه، والاعتماد عليه من الركن. أركان البيت أصوله التي بني عليها، فلا يبنى البيت أي بيت
إلا على أصول قوية متينة فيطمئن. ما معنى يطمئن؟ يعني يستقيم، لا يتحرك ولا يتزعزع، يطمئن إليها وعليها. فهي أركان، والأركان يطمئن إليها. فإذا ركنت إلى الشيء بهذا المعنى يعني أنك استندت عليه مطمئنا. فمن استند إلى الدنيا وركن إليها واطمأن إليها فقد استند على الغرور وعلى البهتان والكذب. الذي رأى غربة الدنيا وغربة أهلها لا يكون من المغرورين ولا من المستندين إليها، وإنما يستند إلى الواحد الأحد الباقي سبحانه وتعالى، ويجد بذلك الإطمئنان والسكون والراحة فعلا، ويجد جمال الحياة. جمال الحياة يجده حين يستند إلى ربه. خطأ كبير يرتكبه أولئك الذين يصفون الحياة الدنيا بأنها متعة فعلا، كيقول لك خليه يعيش أيامه. غلط. الذي يعيش حقا الحياة بمعناها الحقيقي المتدفق هو الذي يستند إلى الحي سبحانه. أما الحياة فهي ميتة، حياة الدنيا ميتة، كلها ميتة، إنك ميت وإنهم ميتون، لفظ دال على الحالي والاستقبال. أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام ومن معك إلى يوم القيامة، وإنهم كلهم يعني وإنهم جميعهم وكلهم ميتون، من كان معك ومن جاء بعدك ومن سيكون إلى يوم القيامة. وعجيب فعلا أمر الأجيال كيف تتناسخ بأمر الله عز وجل وقدرته، وعجيب عمى الناس الذين لا يبصرون هذه الحقيقة، فيطول بهم الأمد في أعمارهم القصيرة الحقيرة. تناسخ الأجيال المقصود به ومنه أن جيلا ينسخ جيلا، أي يمسحه ويفنيه كما تنسخ الشمس ظل الحائط تمسحه. فولدك الذي ولدت وربيت ذلك هو عمرك وحده الذي يفنى به، على العموم يعني. ولدك أو ولد قرينك من جيلك ذلك ناسخك. نفرح بالولد ولا نبصر أن فيه حقيقة الموت الذي يتبعنا، نطلب نموه وفي نموه هلاكنا وقرب آجالنا تماما. بحال الشجرة ديال التين كرموس، كتطلع الباكورة من الفوق فوق الورقة وتطلع الكرموسة من التحت، وإنباتها التين فيه أمارة ودلالة على نهاية الباكور وفنائه. كذلك الأجيال، مذ خلق الله عز وجل آدم إلى آخر من يموت، جيل ينسخ جيل، وهي كذلك إلى يوم القيامة. والإنسان كيغرق في العمر دياله وينسى. كيف كيغرق في العمر دياله؟ يعني يقيس الزمان بإحساسه لا بواقعه. كان بدون عبر الزمان ونتذوق الزمان بالإحساس ديالنا احنا بالعمر ديالنا، عشت كذا أعطى الله الخير وبقي مأمل يبقى كذا، كتخيل. وهذا هو الغرور فعلا. وكان أولى أن تقيس الزمان لا بإحساسك، فإحساسك كاذب، راح تلبعوضة كتحس بأن عمرها طويل وهي لا تتعدى، كما قال علماء الأحياء لا تتعدى الأسبوع، تهيارة كيجيها العمر ديالها طويل باش بالإحساس ديالها. ولو نظرت إلى أعمار بني آدم لحقر عمرها في نفسها. فحينما تنظر إلى عمرك لا من داخلك ولكن من خارجك من خلال أعمار الناس السابقين واللاحقين، وترى كيف أن الموت حينما يأتي إبانه الوقت دياله كيف يحصد الجيل تباع. وهذا قانون الله عز وجل في الحياة، هذا قانون ديال الله سبحانه وتعالى في الحياة والموت. بزاف ديال الناس، بزاف ممن مد الله لهم في العمر إلى حد التوسط، نسميه التوسط لأن الطويل ما كاينش، وكيبدا الإنسان، وهذا نسمعه كثيرا كثير بزاف، كيقول لك صافي ما بقى والو. باش عرفتها؟ كيقول لك فلان قريني مات، وفلان قريني العام اللي فات مات،
وفلان الاخر بيني وبينه عام عامين مات، يعني ان الموت يحصد جيله فيتاهب ويستعد ان كان فيه بعض الابصار، اما اذا كان اعمى والعياذ بالله فلا حديث عنه ولا معه. صحيح ان بعض الناس يمتد بهم العمر الى ما بعد جيلهم، ولكن راه قليل، ما نكذبوش على رسلنا، قليل نادر. في الغالب الاعم في سنه الله الثابته التي لا تتبدل ولا تتحول، ان للاجيال اعمارا كما للافراد اعمارا. الاعمار ما متعلقاش غير بفلان وفلان وفلان، حتى الجيل واحد الطبقه ديال الناس هادو وقتهم سالت وهادو وقتهم جات، واللي جات وقته كينسى مع الاسف باللي راها غادي تسالي. فالدنيا كما قال احد الحكماء شبه ما تكون بالفندق حلو طيل، فما اشد حمق من اتخذ الفندق دارا وسكنا. عايش الانسان في الفندق ويتزوج فيه ويفرخ فيه ويجلس فيه، لا يمكن. الدنيا كلها فندق يستضيف الله فيه بني ادم ويداولهم غرفاته. واحد شد البيت رقم 5 والاخر راه كيتسنى، بمجرد قرب ميلاده يجب ان تفرغ. شحال من واحد راه الان في كرش امه، سيوذن له بالولاده، لن يوذن له الا بعد ان يفرغ المكان شخص اخر، كيخوي واحد كيخرج لاخر بلاصته. لو نظرنا الى الناس بهذه العين لراينا الحقيقه كما ذكرت. الدنيا فعلا اشبه ما تكون بالفندق. اذا كان هذا المعنى يطلبنا تبعنا، فاي انس يجده المؤمن بها وفيها؟ لا يجد الا غربه حقا. كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. عابر سبيل مسافر، والمسافر يسكن في الفندق. فاذا كنت عابر سبيل حقا بهذا المعنى فانت في منزلك الذي بنيت او اشتريت او اكتريت، تعيش في قاعه فندق او غرفه فندق. مالي وللدنيا ما انا والدنيا الا كراكب مسافر استظل تحت شجره ثم راح وتركها. ومن ثمار الغربه بالاضافه الى ما ذكرت انها تجعلك تستثمر راس مالك في الحق وفي التجارات المربحه. راس المال ديالك تولي تستثمره في الحق وفي الربح. وما راس مالك؟ ماشي هما الفلوس، راس مالك هو عمرك، الايام اللي تعطت لك، هذا هو راس المال. ولذلك فالناس فيه سواء، كل واحد عنده العمر اللي اعطاه ربي، وما يحسبك ربي عز وجل الا على قدر العمر ديالك. عشت كذا اياما او اشهرا او اعواما ما فعلت، ما غاديش يحسبك على المرحله اللي مازال ما كنتش انت فيها في الدنيا، ولا المرحله اللي مت فيها. يحاسبك ما بين تحملك للتكليف سن الرشد ولحظه الوفاه، لحظه الموت، النهايه ديالك، ما بين هذين حساب. وهذاك هو راس المال، اما ان تكون رابحا واما الاخرى نعوذ بالله من الاخرى. والربح شنو هو الربح؟ اذا كان العمر ديالك هو راس المال فالربح الحقيقي ان تعيش اكثر من عمرك، لانه الزياده على راس المال هي الربح، وراس المال هو العمر والزمن اللي تعطلك. اذا تعيش اكثر من عمرك، والمؤمن فعلا يعيش اكثر من عمره. كيف ذلك؟ باعماله الصالحه. داك الشيء باش كنقولوا اللهم بارك لنا في اعمارنا. البركه في العمر هي الربح، لان الله عز وجل يجعل لك العمل الحسن بعشرين من امثاله، تتصدق بالصدقه فيضاعفها لك اضعافا كثيره، كانك تصدقت مرات كثيره. تصوم اليوم الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ما يسر الله لك، فإذا صمت يوما جعله الله لك عشرة، كأنك عشت في اليوم الذي صمت لا غير عشرة أيام لا يوما واحدا. وهكذا ذواليك جعل الله لنا أعمالنا مضاعفة لأعمالنا. وبهذا السر جعل الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر من حيث البركة والقيمة، يضاعف الله أجر العمل فيها
على ما ذكر، ليلة القدر خير من ألف شهر، عمر وافي من الأعمار الممتدة من بني آدم المعمرين. هذا أثر من بركات وآثار الغربة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم هو بعد ذلك يذيقك من لذات الجنة ما لا يذوقه غيرك من الناس إن كنت من المبصرين المغتربين. كيف ذلك؟ المؤمن حينما يطعم من لذات الدنيا وهو يشعر بغربته فيها، يتقدم له واحد العنقود ديال العنب أو أي فاكهة، وهو يعلم أن هذه النعم مما زين للناس في الدنيا ليست على حقيقة الكمال الموجود في الجنة، فذلك يذكره بنعمة الجنة، وتذوق من حلاوة الفاكهة في الدنيا مقدمة لحلاوة الفاكهة في الآخرة. بعبارة أخرى، يعني النعم ديال الدنيا المؤمن كتجيه دواقة للنعم ديال الجنة، فيجد فيها رائحة الجنة ويملأه ذلك شوقا إليها، ويزداد غربة بالدنيا وأنسا بالآخرة، فيكون من الشاكرين على النعم ويشعر بمقدار هذه النعمة، يشعر بمقدار ديالها، ولا يكون فيه هلع على ازدرادها وتناولها، لأنه يعرف أنها مقدمات فقط، والعبرة بما يأتي بعد المقدمات. الكافر مسدود، قلنا، في قفص من حديد، فيرى أن غاية متعته هو هذه اللذة. هنا ماذا يحصل له؟ يجشع، كيصيب الهلع، وخصو يأكل منها يأكل منها حتى درجة تخمة في الشهوات جميعا. وشاهدنا في ذلك الغرب انصرى، تمتعوا بالشهوات جميعا حتى انقلبت الشهوة إلى ضدها، من النعمة إلى النقمة، سواء في النساء أو في الأموال أو في الأطعمة والأشربة، ما شئت، تمتعوا وتمتعوا حتى انقلبت المتعة نقمة وانقلب الصلاح فسادا، فصاروا الآن يبحثون عن الفطرة من جديد ولا يستطيعون الوصول إليها. المؤمن من اللي كتجيه النعمة ديال الدنيا ما كيكبرش كرشو، لا يجشع، يتناول ما قسم الله له على أن ربك يذوق، كيقول بسم الله، فيجد لذلك لذة تشوقه إلى اللذة الحق أي الجنة وما بها من نعم، وما يطمعش يشبع كرشو لدرجة التخمة، يعني يتناول ويستغرق المتع الدنيوية بشكل فاحش، لأنه عنده نظر باقي الخير جاي، فلا يشع ولا يطمع فيما بين يديه، وإنما يتناول تناول القنوع، وهذا يجعله متوازنا في عيشه، متوازنا، ويدرك بذلك حلاوة العيش في الدنيا أكثر مما يدركها غيره من غير المسلمين ومن غير المؤمنين. والله ما أدرك حلاوة العيش حقا إلا مؤمن هنا في الدنيا، ما كنتكلموش دابا على الآخرة. اللي يدرك الحلاوة والمتعة ديال الدنيا فعلا وعنده الذوق الرفيع العالي للعيش هو المسلم، أما الكافر فلا ذوق له، يفقد ذوقه بسبب جشاعه. إحساس الكفار بالأولاد غريب، وقد رأينا وسمعنا من النصارى خاصة كلاما غريبا في تقويم نعمة الولد، النعمة ديال الأبناء، باش كيقوموه باش كيفهموه باش كيعبروه بالفلوس. واحد النصراني هنا عايش في المغرب، واحد المدينة من المدن، عنده ولد واحد، قال لك ندم عليه، يتحدث أنه ندم علاش ولد داك الولد، لما سئل لما قال لك طح عليه غالي. يقومون كل شيء بالمادة، فلا يدرك نعمة الولد إلا المؤمن حقا. نحن نرزقكم وإياهم، المؤمن كيتزاد عنده الولد أو البنت بحال بحال كيفرح ويستبشر، علاش؟ لأن كيقولوا المؤمنين، وهذا كلام حق، يعني كلام شعبي وكلام حق، كيقولوا اللي تزاد كيتزاد برزقه، وكيفرح لأنه كيقول غادي ناكل مع ولدي في رزقه، ربما كان رزق ابنك أو ابناتك أكثر من رزقك فترزق برزقه،
وتعيش على هامشه، تكون غير معه، ما يدريك. نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. لا يدرك حقيقة حلاوة العيش إلا مؤمن، ولكن ليس لذات الدنيا، لا طبعا، ولكن لأنه يعيش الأنس بالله وبالآخرة. ولو انسد نظره على الدنيا فقط لكان شقيا. النتيجة إذن أن هذه الغربة ممتعة، الغربة ممتعة، الغربة الإيمانية مؤنسة، موحشة من جهة، مؤنسة من جهة أخرى. هي أشبه ما تكون بالإنسان الراكب على قطار، عدد ديال الناس راكبين في القطار وغادي بهم، واحد سد النوافذ ديال القطار، العقل ديالو والمجال ديالو فقط محصور في جدران مقصورة القطار، ويظن أن الحلاوات والمتع كلها هي فقط ما يجده من أكل ومن باعة من أهل القطار وبداخله. واحد فتح النافذة ويطل على الفضاء الواسع والأفق الممتد في الأرض وفي السماء من حدائق وجنات وخضرار وأنهار، فهو إن أدخل رأسه ونظر إلى ما بداخل القطار من متع كيشوف بأن هذا الشيء لا قيمة له، وأن المتع الحقيقية ما ينظر إليه في الأفق. ولذلك فهو يشعر بالوحشة داخل القطار وبالأنس من خلال إطلاله عبر نوافذ القطار، فيشتاق للوصول. الذي داخل القطار منحصر بالمتع داخل القطار يخشى من الوصول، يخاف من الوصول، لأن الوصول بالنسبة له هو نهاية هذه المتع. أما بالنسبة للذي قد رأى ما رأى وما لم يرى غيره عبر نوافذ القطار فيدرك أن المتعة، كل المتعة إنما هي في الوصول. هذه النوافذ، هذوك السراجم ديال القطار، النوافذ هي آيات القرآن الكريم، من أطل عبرها أبصر فرأى الحقائق من الجمال الذي وعد الله المؤمنين. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، يبقى مخنوق هنالك مسدود. ولذلك قلت الغربة في حقيقة الأمر وإن كانت تشعر المؤمن بالوحشة بمعنى، فهي تشعره بالأنس بمعنى آخر، وما أشبهها بدمعة الخشية. دمعة الخشية حينما تنزل من حدقة المؤمن العابد تكون خشية، نعم، ولكنها تشعره بالأنس وبالفرح. وما أصدق كلمة الجنيد رحمة الله عليه حينما تحدث عن هذه الدمعة، دمعة المؤمن الخاشع، فقال إن العين بها لتدمع وإن القلب بها لا يفرح، وهما أمران لا يجتمعان، لأن متناقضين الفرح والحزن لا يجتمعان إلا لمؤمن. أما الكافر فلا يعرف هذه المذاقات، وكذلك مع الأسف الغافل من المسلمين. فاللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك أن نركن إلى الدنيا ومتعها، اللهم إنا نعوذ بك أن نركن إلى الدنيا ومتعها. اللهم اجعل قلوبنا معلقة بمساجدك وبيوتك، اللهم اجعل قلوبنا معلقة بمساجدك وبيوتك، اللهم اجعل قلوبنا معلقة بمساجدك وبيوتك. اللهم ربنا ارزقنا حبك وحب رسولك وحب الصالحين من الأنبياء والصديقين والشهداء وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا ربنا لك من الشاكرين. وصلي وسلم اللهم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.